تفرش هذه الأيدي العاملة الأرض في عقدة البصة باللاذقية حاملة شعار الرئيس بشار الأسد أملاً وعملاً. أصر عمال مديرية الزراعة أن يجددوا العهد والولاء للسيد الرئيس من هذه النقطة من عقدة البصة، هذه العقدة التي قام عمال الزراعة منذ أكثر من عام والتي تبلغ مساحتها أكثر من 100 دنم، قاموا بتشجيرها والعناية بها. تقوم مديرية الزراعة بهذه الفعالية تجسيدا لقول السيد الرئيس الأمل بالعمل والانطلاق بالعمل من ثاني يوم الانتخابات، وكافة الفعاليات في مديرية الزراعة تجسد هذه المقولة لتصبح مديرية الزراعة خلية نحل تعمل على مدار الساعة. وأكد العاملون في مديرية الزراعة أن هذه الفعالية جاءت تجسيدا لمقولة الرئيس بشار الأسد. للشعب السوري، للعمال سوريا كلهم، عمالنا بمديرية زراعة اللاذقية حبوا بشكل عفوي اليوم يتضامنوا مع كل الشعب ويوقفوا وقفة عز لانتصار سوريا، فجينا باتجاه عقدة البصة اللي هي انشغلت بجهود عمال مديرية الزراعة. إن العاملين في مديرية زراعة اللاذقية يجسدون في كل تفصيل من تفاصيل عملهم مقولة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد الأمل بالعمل، ونحن اليوم في هذا الموقع نجسد هذه المقولة من خلال الاعتناء بالغراس وسقايتها لتستمر وتصل إلى مرحلة الأشجار ومن ثم حمايتها في المستقبل. اليوم جايين نكتب كلمة الأمل بالعمل شعار سيدنا الرئيس، إن شاء الله الله يطول بعمره ويديمه علينا يا رب. محبة قائدنا ووطننا والله يديمه يا رب. هي اليد العاملة تثبت دائما بأنها مجبولة لهذا التراب وأنها مع هذه الأرض على العهد باقية. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية.